للحديث أكثر حول تطورات الأوضاع الميدانية ينضم إلي عبر الهاتف الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لبركان الغضب عبد الملك المدني. سيد المدني أرحب بك معي في هذه النشرة. مرحبتين بك وبكل مشاهدي قناة الصين. حياك الله. في البداية أطلعني عن ما الذي حدث في المحاور القريبة من مطار طرابلس هذا اليوم. نعم طبعا اليوم الأحد شهد محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات خصوصا في محور الرملة ومحور الثواني وأيضا في محيط المطار، حيث حاولت ميليشيات مجرم الحرب حفتر منذ الساعات الصباح الأولى شن هجوم بائس على تمركزات قوات الجيش. قوات الجيش تمكنت من صد هذا الهجوم بعد ملحمة بطولية استمرت تقريبا لأكثر من 6 ساعات. تمكنت خلالها قواتنا الباسلة من صد هذا الهجوم ورد حشد الغزاة وأيضا تدمير لهم عدد من الآليات وغنم آلية وبعض الأسلحة الخفيفة، فيما أيضا قبضت قواتنا الباسلة على 6 عناصر من ميليشيات المتمرد حفتر. هذا الهجوم اليوم كأنه ساعة صفر جديدة، وقال بأن قواتهم قد تقدمت من 5 محاور وحققت تقدمات هذا اليوم. ما طبيعة ما حدث بالتحديد؟ يعني من أين بدأ أو بدأت محاولة التقدم لهذه الميليشيات، يعني حتى تكون الرؤية واضحة لدى كل من يتابعنا؟ نعم طبعا محاولة اليوم وهجوم اليوم الذي جاء عن طريق محور الرملة والثواني ومحيط المطار هي محاولة يائسة لرفع معنوياتهم المنهضة وأيضا روحهم القتالية المهزومة، خصوصا بعدما حدث اليومين الماضيين من قتل المجرم محسن الكاني وأخيه عبد العظيم وأيضا أعمى ما يعرف باللواء التاسع، وأيضا بعد ضربات سلاح الجو المتكررة على عدة تمركزات لهذه الميليشيات قاموا بهذا الهجوم أيضا لتخفيف الضغط عليهم، خصوصا أن قوات الباسلة وضعت طوق كبير يمتد من القربولي حتى مدينة أو جنوب مدينة غريان العربان وتحاصر هذه الميليشيات وتجهى بشكل جيدا وتستعد ل ساعة معينة يضعها ساعة غرفة عمليات بركان الغضب وأيضا أمراء المحاولة لهذه العملية. طيب سيد المدني، يعني ماذا كانت أو كيف كانت حصيلة هذه المحاولة؟ كانت هناك أنباء عن أن قوات الجيش قد ألقت القبض حتى على بعض المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف حفتر. نعم حصيلة اليوم هي محاولة يائسة كما قلت لك، تمكنت خلالها قواتنا الباسلة من صد هذا الهجوم. نعم استمرت المعركة لساعات طويلة تقريبا لأكثر من 6 ساعات، هي ملحمة في الدفاع الأسطوري قامت به قواتنا الباسلة في هذه المحاور محور الرملة والسواري ومحيط المطار. تمكنت خلال قواتنا من تدمير عدد من الآليات وغنم آلية وبعض الأسلحة الخفيفة، أيضا قبضت قواتنا الباسلة على 6 عناصر من مسلحي مجرم الحرب حفتر، 4 منهم من مرتزقة جندهم المتمرد حفتر من أجل غزو العاصمة طرابلس. أشكرك جزيل الشكر ناطق باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني، كنت معي عبر الهاتف.